الفقر بينه كثير أنواع. الفقر ما بس هو فقر مادي أو إنسان يكون جوعان للخبزة، لكن مرات إنه إنسان فقير هو فقير للاهتمام، فقير للكلمات اللي تحسسه بقيمته. أول ما فكرنا يعني أكيد بعد زيارات طويلة من سنة 94 بعد ما طلع الجروب محبة عطاء من كنيسة مربى هنا، شفنا ناس كثيرة، كنا كثير نشوف الناس هي فقيرة للحب أكثر مما شفنا هي فقيرة للخبز. فلهذا انخلق بيت عنيا. من وين ولدت الفكرة؟ لأنه أكو عالم عنده أهل، عنده اسم، لكنه ما عنده قيمة. فقررنا أنه إذا الله ينطينا المساعدة ويبقى معنا موجود، أن نعمل مكان يعطي قيمة للإنسان ما يعتبره رقم. فهذا يمكن مرات كثير يوجهون سؤال: إيش قد عدكم أسلام؟ إيش قد عدكم مسيحيين؟ وبالحقيقة الحد اليوم أنا أقلك، أنا ما في اليوم كل فكرت أنه إيش قد عدنا رقم ما حيفه، لكن أنا ممكن أحسب لك أسماء. أنا مش أعرف الإنسان باسمه. عد عوائل هي يعني على قد حالة متعففة، نحاول أن نساعدها بما يزيد عن حاجة الدار، لأن إحنا ما عدنا مثل ما الكل يعرف إنه بيت عنيا معتمد على العناية الإلهية. هذا مشروع، ومشروع الثاني إنه نحاول أن نساعد بعض الناس اللي نعرف مصداقيته تماماً بعلاجه، لأنه يعني مثل ما نعرف إنه الأدوية كثير غالية. وأكو عالم هي ساعدنا بالعلاج، فنحاول أن نوصل هاي الناس لهاي الناس. هو يوم يدعو الإنسان أن يحط نظره على هذا الشخص، تأمل مع هالفقير هذا وتقاسم معانه، لا بس أنك تتعلم تنطينه العلاقة وتمشي. العناية الإلهية هي مسألة ثقة، أنه اليوم إيش قد أنا أقدر أثق أنه الله موجود والله يسمعني بكل لحظة، أقدر أعرف أنه أكو عناية إلهية، أعرف أنه أنا موجود هو وياي وأنا معاه. يوم أنه قعدنا معنا حليب بيت، وبالليل إحنا عرفنا أنه ما عندنا حليب، وثاني مصباح أنا عرف المرضى لازم يشربون حليب، ما كان عندنا هذا الحليب. بس الساعة إحنا سبعة ونص يفطرون الشعب مالي، الساعة سبعة إلا عشرة واحد يدق الباب جايب لنا صندوق حليب يقول عفوا حقوق. يعني هاي شمثة ما أحس بيها أنه عناية إلهية. هاليوم 17 سنة صار الحمد لله ماشي بيت عنيا، وهو معتمد اعتماد كلي على العناية الإلهية. يعني إذا كان من مأكل ومن ملبس ومن دواء ومن علاج ومن عملية، المشاكل هي نتيجة الرفض اللي يجينه من الدائر مدايره، الرفض اللي يجينه قد يكون من المجتمع، من أقرب الناس اللي هو وين الله مني، ليش ما كيلقي لي حل؟ أتمنى من عندكم أول شيء تصلون للفقراء وتصلون لهذول العملاء اللي دي يشتغلون وراء الكواليس على مود يوكلون هالفقراء اللي بالفعل بحاجة لرحمتنا، على مود بالفعل رحمة الله تنزل لبيوتنا ولعوائلنا.